ديالنا لهاد النافوره ديال القصبه ديال مدينه المحمديه. اليوم السبت كنتواجدوا بالنافوره كيف ما كتشوفوا. حنا ملي كنا كنطالبوا بهاد النافوره انها تشتغل، وطالبوا المسؤولين بجماعه وقرروا المسؤولين بجماعه المحمديه انهم غادي يصلحوها تقريبا هذه ثلاثه ديال الاسابيع. وعليكم السلام الاخ خالد. هي بادره حسنه، كنا تلقيناها من عند الاخ امين بوخراز، الاخ زعما الطموح اللي كيخدم لا بغيت نصح التعبير بانه الاخ الخدوم اللي برهن على في عده مواقف، برهن على العمل ديالو، على التفاني ديالو في العمل، وعلى لا بغينا نقولوا الامانه الملقاه على عاتقه. ولكن ما نلاحظ الان هو ما يقع بنافوره ساحة المسيرة الخضراء، بأن عملية التنظيف فهي محمودة، لكن يجب إتمام هذه العملية. زيد على ذلك بأن نعلم بأن مكان الساحة المسيرة الخضراء تواجد فيها الحمام، ونعلم بأن هو هذه الطيور فهي ناقلة للعدوى. حبذا لو قام هذا السيد اللي دابا اللي هو كيزاول العمل ديالو في الشاحنه ديال المجلس البلدي اللي كيسقي داك الشيء، حبذا لو يكمل الغسيل والسقي ديال هذا المكان. هذا ما سنحاول. لا هو صراحه سي المكي باش نكونوا واضحين، دابا هذا الزلاج كله خاصو يتبدل، النافوره كلها خاصها تصلح من أ للزد. اذا راه ما بقاش كيليق ليها انها تسقى اصلا، لانها انت شوف ملي كيزيدوا يعاودوا يسقيوها كيزيدوا وسخوها، وهذا الدليل. شوف قرب الكاميرا، نزل لتحت. ها انت شوف، اذا كي بحال العكر على اش كيقولوا لها كاين ولا العكر على الخنونه، حيت كاين الخنونه واحد 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 نيطوياج هنا هنا هنا. نعاود ناكدوا للمشاهدين ان النافوره راه ما تصاوبت ما والو، كما قال المسؤول على الاشغال بالمحمديه سي بوخراز اللي كان قال في الدوره ديال المجلس البلدي هذه واحد تقريبا ثلاثه ديال الاسابيع، قال قدام الباشا على ان النافوره من هنا سيمانه ولا 10 ايام غادي تبدا الاصلاح ديالها هي وديال الجماعه. هانتوما كما كتشوفوا بالصوره حتى حاجه راه ما كاينه، ها هي حتى حاجه ما كاينه، فقط شفوي وتصاور قدام المعلميه. وهذاك الشيء ما بغيناش، حنا ما بغيناش المسؤولين يتصوروا، بغيناهم يبانوا راهم خدامين سي المكي. اذا هنا بالنسبه للعمل كما قال الاخ بوخراز، قال بان سيتم زعما لا بغينا نقولوا التصاويب ديال هذه النافوره. انا واحد النهار طلعت مع الاخ امين بوخراز زعما تيطاطي شخصيا، وهضر معنا وتكلمنا، حيت ربما هذا الشيء الاخ خالد حنا ما كنغميو حتى شي واحد بالورود، ربما قد آن الاوان لاصلاح هذه النافوره. ولكن عاوتاني لا لكي لا نبخس الناس اشياءهم، ونكون كما هذيك الجد اللي عرفتك الاخ خالد، بان الاخ امين بوخراز قام باعمال اللي هي محموده. مثلا التبليط ما قام، حيت كاين بعض التبليط التبليط احنا لا نصفق لاحد ولا نزكي على سلمى كاين، غير باش نوضح لك القضيه. نعم. ديال التبليط قضيه كانت مبرمجه في عهد عنتره. نعم. وهو كان مضطر انه ينفذها. تنفذها غير باش نوضحوا. نعم. ما نقولوش هذاك المستشار راه صوب ولا خلص من جيبه، راه داك الشيء راه المال ديال دافع الضرائب. نعم. هو نفذ. نعم كانت ما نقولوش راه صوب، ما نقولوش راه صوب، نقولوا كلمه راه نفذ. نعم راه نفذ. راه نفذ اللي كنقولوا صوب، رغم ان التنفيذ كان بواحد الشكل ترقيعي، ما كانش المراقبه، انه وقف على هذا الاعمال اكثر من دليل في هذه القضيه. محموده كذلك هذه النافوره انا لقيت واحد لارتيكل ربما غير بالامس ولا اول امس بانها غتصوب ان شاء الله. نتمنوا خير وانتظروا ان شاء الله، انتظروها تصوب وتكون مزيانه، لان زعما غتعطي واحد الرونق لهاد ساحه المسيره الخضراء، لهاد اللب اللي بغينا نقولوا اللب ديال مدينه المحمديه، أو كما يقال بانه المركز سونتر دو فيل بغينا نقولوا المدينه، ساحه محمد ساحه المسيره الخضراء، فهي من الساحات التاريخيه سواء ابان الاستعمار او في وقتنا الحالي. لهذا يجب الاعتناء بهذه المعلمه واعاده التهيئه ديالها كامله، يعني ما تبقاش بهذا الشكل الدائري الكبير بحال هكا. نعم، لانك دار واحد العرقله بالنسبه للسيارات كما كتشوف الان بالصوره. نتمنى ان شاء الله يكون خير، وحنا حنا عندنا الثقه الكامله في هاد الناس اللي ساهرين لهاد الاعمال. لا هاد الناس اللي ساهرين ما بقاو لهم السلم كي قد ما فاتوا غادي يمشيو، وحنا غادي نهضروا دابا فقدنا فيهم الامال. نكونوا صراحه ما يمكنش، انت عارف قضيه محكمه الناقد وهذا، هاد الناس ولاو من الماضي. حنا غادي نهضروا على الناس اللي غادي يجيو. انا لك غنتكلم، انا غنتكلم على الاخ. نعم. بكل صراحه غنتكلم على مجلس.
نعم على المجلس الحالي والمجلس الفاغيط والمجلس اللي كان قبل واللي قبل كل قبل نعم لان نربطوا الماضي بالحاضر. نعم لان الاستقلال ديال المغرب كان في 1956 وكان اول مجلس بلدي، هذاك الشيء غير متراكم وكيجي من المجلس للمجلس للمجلس. ولكن كانوا مجالس اللي خدموا صراحه الساكنه كامله عرفهم. كان المجلس ديال الاستقلال، كان المجلس الاتحاد الشراكي في ذيك الفتره خدموا وبينوا على المدينه، رغم انه يعني ربما ما كانتش شي مداخل كثيره، ولكن كانوا كيضربوا مع الوقت وبناوا داروا مشاريع كبيره. ولكن الاخ خالد، هو ما يجب التطرق اليه هو الهاردريك. الهاردريك في كره القدم، حيت لا كانت كره القدم كتعرف الهاردريك ديال تسجيل 3 اهداف. فان مجلسنا البلدي بالمحمديه كذلك حقق هذا الهاردريك، الا هو تعاقب الرؤساء على هذا الكرسي. حيت لجينا نهضروا بكل صراحه خالد زعما وبدون لغه الخشب، ونحن لا نزكي على الله احدا. نعم ما كان لفلان لفلان وما كان لعلان لعلان. نعم لا نزكي على الله، عندنا كلهم سواسيه. لكن هذيك هذاك لا بغينا نقولوا دوك تبادل او تعاقب الرؤساء على المجلس والتسيير ربما عقل شيئا ما قطار التنميه والسير العادي لهذه المدينه على حسب ما كنا كنتظروا. هذا بكل صراحه. خليك معنا. السلام عليكم. انت من سكنة المحمديه؟ من سكنة المحمديه. انا من عماله المحمديه زناتها، كان نسكن هنايا مده هذه. الوالد ديالي الله يرحمه كان خدام هنايا فريغو، وهو كان لاسين كومباتا. ثانيا هنا بمدينه المحمديه كان واحد المجلس، وهو مجلس متكامل ومجلس بالمستوى، منهم مولاي العربي الزروالي الله يرحمه، منهم الاتحاد الشراكي، الشرقي، المزواري، العزوزي، بزاف الناس اللي خدموا هذه المدينه هذه. من بعد جاوا مجالس اللي هما بدون مستوى. مازال كان هنايا كان سميتو كان اخوان خدامين هنايا عن جداره واستحقاق مدينه المحمديه. كاين السيد العطواني توعدوا غير على البلاد، انه السيد العطواني سيد ممتاز. كاين عاوتاني من 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 المجال الرياضي كنشكروا كذلك هشام ايتمنى، واحد المجموعه ديال الناس اللي ساهموا طلوع فريق شباب المحمديه. الموضوع ديالنا هو النافوره هذه، كيف كتشوف هذه النافوره هذه؟ بالنسبه لهذه النافوره بصراحه شاده واحد الموقف كبير هنايا، مساحه كبيره فهمتيني، مساحة كبيرة. هي هاد النافورة ماشي بهاد المستوى ديالها، كانت واحد النافورة اللي هي من بكري كانت زوينة وعشنا فيها فهمتيني مع إخوان. كانوا هنايا الطاكسيات، كانوا الكيران، كانت واحد المشاريع زوينة هنا، كانت بزاف الناس كتستافد منها. بزاف كيطالبوا السي المكي، بزاف كيطالبوا من خلال الروبورتاج اللي درنا الأسبوع الماضي، أنه كنا عا خلاو هذيك هذيك ماشي النافوره، واحد الساحه اللي كانت هنايا، واحد الرومبا كان الجمال ديالها كيتناسق مع هذا السور ديال القصبه. واش انت معاهم في الطرح؟ كانت رومبوان هي بكل صراحه سي خالد، كانت جميله صراحه، كانت جميله، ولكن هاد النافوره كنا خدمات كانت غتكون اجمل. نعم لو كان خدمات هاد النافوره كما كنشوفوا النافوره ديال الميموزا ديال المنصوريه وكنحيوا المجلس ديال المنصوريه ديال الغاشديه اللي كانت كتخدم حتى هي وما بقات خدامه، كانت غتكون الساحه اجمل. كانت هاد الساحه غتكون واحد الساحه خضراء، اسم على مسمى، هي ساحه المسيره الخضراء كانت غتكون خضراء. بالنسبه للاخ جبتي المنصوريه، حنا كنشكروا الحاج بارك على هاد المجامله اللي دار تما في المنصوريه، وكان ديجا كنا حنا ولاد دار الشباب كان دار المخيم في مدينه المنصوريه، وكلشي استفد منه كاع الاطفال. دابا ولاو اطر كبار في الشيبي بوريده وفي التعليم وهادي وتكونوا. كنشكر كذلك الاخ خو كمال الحاج الله يكثر خيرهم على الغيره ديال مدينه المنصوريه. وحنا كنتمناو من الله بان المجلس البلدي ديال حاليا ضربوا الغير على هذه مدينه المحمديه، كما حنا ساكنين في المحمديه وزايدين المحمديه عندنا الغيره ديال البلاد، ولكن سيدي ماج ما لقيناش الناس اللي تكون عندهم الغيره بحالنا. كاينين الناس عندهم الغيره فقط حب الكرسي، عندهم كيعرفوا غير المصالح ديالهم الخاصه. بالنسبه للملاحظ المصالح ديال الناس ما كيعرفوهاش، اولا ديال المحمديه باش يصلحوا الشوارع. كنسمعوا كنكون بعض المرات حاضر في الدوره ديال المجلس، كنسمعوا الملايير كتخرج بدون جدوى الصراحه. حنايا كنتفاجئوا
قال لك شارع حسن الثاني واحد المليار كتخرج فيه بدون حاجه. هنايا في هاد النافوره حتى هي سبعه الخطرات وهي كتصوب، ما كاينش اجمال. حنا كنتمناو من السلطات المحليه والناس الغيوره المدينه المحمديه زناتها تكون في المستوى العالي وترجع ان شاء الله المدينه كما كانت مدينه الزهور، وكانوا الناس بانهم كيجيو لهذه المدينه فهمتيني وعندهم غيوره عليها. كانوا كيجيو الناس توريست من مراكش من اكادير من جميع المدن في المحمديه، وكانوا كيجيو الناس من اطباق العالم كتجي تحضر المدينه المحمديه. والان كنتفاجئوا من هذا المجلس البلدي الحالي، وكنشكر كذلك الاخ اللي عطانا تكلمنا، وكنشكروا السلطات المحليه، وكان حنا حيت حنا عندنا غيره على هذه المدينه. داكشي علاش انا جيت هنا، وانا جيت راسي ما جابنيش هذا الاخ هذا ولا اي واحد، انا حيت عندي غيوره على مدينه المحمديه زناتها. وشكرا لكم. معنا واحد من المواطنين، السلام عليكم. وعليكم السلام. التعليق ديالكم على النافورة الآن هذا السد هذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنهنى الوالد الجوزي بمناسبة عيد الزواج ديالو اليوم. هي الذكرى شحال؟ الذكرى تبارك الله 30. 30 ما شاء الله. نقول لهم ممكن ندوزوها. ندوزوها، لا ندوزوها. كنقول لهم الوالد موسى وماما فاطمه سمحوا لي بزاف، سمحوا لي بزاف، وانا كنهنئكم بالمناسبه ديال عيد الزواج ديالكم، وكنبغيكم وكنموت عليكم. ونكمل الموضوع ديالي دابا ديال النافوره. بالنسبه للنافوره خويا، هذا المجلس البلدي هذا بغينا حنايا، بغينا من يكون كيدير الاشتغالات ديالو انه يكون كيتواصل مع المواطن، يكون كيتواصل مع المواطن ديالو باش يعرف ما الحقوق ديالو، يعرف الواجبات ديال المواطن بصفه عامه. نعم. ما يخفاش عليك ان ماشي النافوره هي المشكل الكبير اللي في المحمديه. نعم. كاينين بزاف ديال بزاف الامور اللي كيخصها الاهتمام من طرف وسائل الاعلام. حنا كنشوفوا مره في الاسبوع كتجي هذيك النظافه كيديروا واحد ولكن واحد شويه الماء هنايا. يعني واش هذا نابع من واش هذا مهمه من المهام اللي كتعطيها اللي كيعطيها المجلس البلدي؟ حنا بغينا نشوفوا النافوره، الماء كيشعل في النافوره، بغينا نشوفوا الزهور كيدوروا. ما نساوش حنايا المدينه ديالنا راه مدينه الزهور، راه حنا ماشي ما نساوش باننا المدينه هذه مفضله مدينه الزهور. كنتمنوا من المجلس البلدي انه يواكب الاشغال اللي تعطى والوعود اللي واعدوا بها المواطن، ماشي حتى يقربوا الانتخابات وتنوضوا تبداو ديروا هكا وتقربوا هكا وتقربوا هكا. حنا بغينا وعود تكون صادقه. حنا هذه المدينه هذه بغينا ننزلوا بها القدام، ما بغيناش نرجعوا للور. الشباب ديالنا ضائع، الخدمه قليل، كاينه الخدمه. كنتمناو من السيد العامل ديال المحمديه انه يزيد يرفع من النسق ديال الاصلاحات وديال التنميه للمدينه، ديال التنميه ديال المدينه. وكنتمناو ان هذه المدينه هذه تزيد القدام. المرافق كيبانوا لي شي انارات ما كيشعلوش بالليل هنايا، وهذه مناسبه اننا المجلس البلدي شخص هو رئيس لانه يجي يصلح هذه الاناره هذو ويغيروا العلم الوطني اللي بهات كما كتشوفوا. بصح حنا بمناسبه جوج كاميرا الله يخليك، يعني جوج مناسبات عظيمه، واحده ديال عيد المسيره وجاي عيد الاستقلال 18 نوفمبر، كنتمناو تعطى اهتمام للعلم الوطني من فوق سور القصبه. اكيد كتشاطرني الراي. كنشاطرك الراي، هي بادره طيبه. حنا كنشوفوا ان حتى البطوات راه مصبوغين، مزيانين، ولكن شويه خاص الاهتمام، خاص الاهتمام شويه، خاص شويه ديال الاهتمام، خاص شويه ديال
الرعايه للمدينه. الرعايه الرعايه خويا هذه راه مدينتنا راه منا راه بنتنا. اييه كلامك في الصميم خويا. كلامك في الصميم وكلامك تبارك الله عليه عنده اضافه. وما كيخفاش عليا انني نقول جبت الاناره وجبت النظافه وجبت بزاف ديال القضيه. واحد الحاجه وحده نعم تفضل. هو كيبانوا لي بعض الطرقان وانا ماشي في القصبة بعض الطرقان خاصهم يتسكتوا. فين هما دوك الطرقان؟ مالهم هذوك الطرقان ما مسكتين؟ علاش دوك الطرقان هاملينهم؟ فهذه بحد ذاتها دونك خاصها تكون واحد الاصلاح شامل. شارع الحسن الثاني بنفسه. شارع الحسن الثاني بزاف ديال. اذا شكرا على هذا التوضيح. شكرا تبارك الله. شكرا على الكلمات الطيبة. شكرا بزاف. هذا واجب هذا واجب. وسنواصل تغطياتنا الاعلامية عن مدينة المحمدية بكل مسؤولية. شكرا.